أعلنت السلطات الإسبانية عن تفكيك شبكة لتجنيد الشابات عبر الفيسبوك لحساب تنظيم داعش المتطرف، كما أوقف 4 أشخاص، 2 منهم كانا في جيب مليلية الإسباني في المغرب. وأكدت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان لها أن الشخصين الموقوفين في مليلية هما مسؤولان عن إنشاء وإدارة برامج على الإنترنت تستخدم لبث الدعاية الخاصة بتنظيم داعش. ووفقا للسلطات الإسبانية فإن نحو 100 إسباني انضموا إلى صفوف التنظيم المتطرف ما بين العراق وسوريا. وينضم إلينا عبر الهاتف من برشلونة الصحفي بيري ماس. سيد بيري، أهلا بك. إذا فككت السلطات الإسبانية شبكة للذين يروجون لتنظيم داعش، أو على الأقل لتجنيد شابات في صفوفه. كم عدد المنتسبين لهذه الشبكة وما هي جنسياتهم؟ عملية الشرطة في واقع الأمر لا تزال مستمرة. أولئك الذين اعتقلوا، أي الأشخاص 4، لا نعرف جنسياتهم، وأحدهم هو إسباني. وإذا لدينا معلومات بشأن شخص اعتقل في برشلونة وقد ولد في برشلونة وهو يحمل الجنسية الإسبانية، وهناك شخصان اعتقلا في مليلة واتهما بأنهما يروجان لإيديولوجية داعش. وتم اعتقال شخصين في قريتين قرب برشلونة، شخص في 23 من العمر، وهذا الشخص كان يسعى لتجنيد الشباب لصالح داعش، وعقد بعض الاجتماعات في بيته. وهناك شخص آخر في 20 من العمر، وهذا الشخص يحمل الجنسية الإسبانية، وهذا الشخص ولد في إسبانيا. ويبدو أن هذا الشخص ظهر قبل بضعة أشهر في شريط أذيع على شبكة CNN، وهكذا توصلت إليه الشرطة بفضل شريط الفيديو هذا. وقال بأنه انجذب إلى دعاية داعش بفضل هذه الأنواع من الفيديو. طيب، في أي مناطق تحديدا يحاولون تجنيد الشابات والشبان لتنظيم داعش؟ هل تقتصر على المناطق الجنوبية والوسطية، أم أنها تمتد إلى أبعد من ذلك؟ بشكل عام فإنهم يجندون في جميع المناطق الإسبانية، وأساس أو مركز هذه الخلية، خلية تجنيد، هي في جيب مليليا المغربي في شمال أفريقيا. وهؤلاء متخصصون في تجنيد النساء أو الفتيات، وهناك بعض النساء، وهناك امرأة كان هؤلاء يعدونها لإرسالها إلى سوريا من خلال استضافتها في بيت، ثم محاولة عرض أشرطة فيديو عليها لإقناعها بهذا المسعى. هل تتخذ إسبانيا بشكل عام نفس الخطوات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، إن كان عن طريق مراقبة من يشتبه بهم أو حتى مراقبة الإنترنت؟ هل يمكن أن تصل إلى حد أيضا نزع جوازات السفر عن المشتبه بهم بالانضمام إلى داعش، إن كان في سوريا أو في العراق؟ جرى نقاش مطول في إسبانيا بشأن هذه المسائل، وتم الاتفاق بين الحزبين الرئيسين في اليمين واليسار، والرئيس الحكومة كذلك وزعيم الحزب الاشتراكي اتفقوا على مكافحة الجهاديين بقوة، وهم يخططون لتعديل بعض القوانين
وفرض عقوبات بالسجن تكون مطولة أكثر مما هو مطبق الآن. وهم يخططون أيضا لمحاولة مواجهة الدعاية على الإنترنت. هذه القضايا تناقش في إسبانيا، وهناك بطبيعة الحال جماعات حقوق الإنسان التي ترفض هذه الخطوات إلى حد ما. طيب، أيضا أفادت وزارة الداخلية الإسبانية بأن هناك حوالي 100 إسباني انضموا إلى صفوف داعش إن كان في سوريا أو في العراق. هل قالت ما هي الإجراءات التي ستتخذها بحقهم؟ هل مسموح لهم العودة؟ وهل هم فعلا من أصول إسبانية أم أنهم عرب أخذوا الجنسية الإسبانية؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال. على كل حال أشكرك، حدثنا عبر الهاتف من برشلونة الصحفي بيري ماس، شكرا جزيلا لك.